يعني الاول وانا بنقي الراجل ده وانا بختاره كزوج محتاجه ان مامته تكون بتشتغل اخته تكون بتشتغل، يعني ما اخدش واحد كل الستات اللي حواليه يعني ما بيشتغلوش وهيرضى ان انا اشتغل. طب اداني كلمه ان انا هشتغل وبعدين رجع في كلامه، لا نقف بقى. ما هو هنا خدي وقفه. ايوه لا لازم نقف. هي فكره ان الستات بتقف وترجع بالظبط، تقف وترجع. لا ارجوكي لما تقفي نرجع بشروط جديده، نرجع بتغيير، مش برجع بس علشان ان هو خلاص هو عرف غلط، لا نرجع بقوانين جديده بالظبط. يعني ارجع وكل حاجه ونحافظ على البيت وكل حاجه، بس ارجع بحقوق جديده، ارجع بمكاسب جديده، ما ارجعش زي ما كنت. يعني لما يحصل الوقفه ما ينفعش ارجع بعد الوقفه لنفس الحته اللي وقفنا فيها، ما ينفعش، ما يصحش. يعني كده الدنيا هتبوظ. طيب عشان مصرين الرجاله اللي في الكنترول الحقيقه رجاله في ودني مش سايبني والله، الرجاله في الكنترول عمالين يقولوا طب تجنبا يا جماعه للمشاكل، تجنبا للمشاكل نعمل ايه؟ اوكي التجنب كده تجنبا للمشاكل انه نختار صح، نتجوز للاسباب الصح، نتجوز في السن الصح. الجواز بتاع ال 20 وال 21 ده يعني اثبت فشله جدا جدا، كله جدا يعني الحقيقه مش مفيد على الاطلاق، والاحصائيات الجديده كلها بتقول ان الطلاق اللي هو الجوازات اللي من 21 ل 25 نسبه الطلاق عاليه جدا. ايوه فما ينفعش يعني فكره الجواز الصغير خالص، البنت تتجوز يعني في اواخر العشرينات اوائل الثلاثينات، ده سن مناسب. طيب وانا بختار الشخص اختاره من نفس البيئه، من نفس الدماغ، نقعد مخطوبين شويه، نعدي في اختبارات، استخدم الخطوبه مش علشان اقابل النقاش وعلشان اجيب الموبيليا، لا صح. استخدم الخطوبه صح ان اتعرف على الراجل ده. تستعجليش، المشكله في عشان احنا برضو دكتور في مجتمع انت بقى عندك كام سنه؟ ايه ده معقوله لسه ما اتخطبتيش؟ ده بنت خالتك اتخطبت، ده بنت عمتك اتخطبت، دي بقى معاها عيال وانت لسه، صح. ده انت وتلاقي ان دايما في مقارنه، ايه ده لا دي سنها اصغر منها واتجوزت وخلفت وهي اكبر ما اتجوزتش وخلفت، وطبعا بتتحط في ان هي بتتضغط فبترضى وبتقبل، فبتلاقي فتره الخطوبه هنجهز وهنعمل قبل ايه؟ احنا بنستخدم الخطوبه ما عمري يروح، فطبعا ده مش صح. صح كنت لسه بقول لحضرتك انا حاسه ان البنت بتكتمل تفكيرها وشخصيتها في الثلاثين، ده حقيقي، ده من يعني جبتي تجوزوا من الثلاثين والله احسن قرار تاخديه وانت عندك 30، ده حقيقي، بس المجتمع ما بيسيبش البنات في حالهم للاسف يعني في السن ده. كمان في نقطه مهمه علشان يعني نتفادى المشاكل، كل ست وكل راجل يبقى عارف ان هو بيجوز عيله مش بيجوز شخص، للاسف ده مهم قوي بقى للأسف. يعني لانه ممكن البنت تبقى زي الفل بس عيلتها فيها مشاكل، والولد يبقى كويس وكل حاجه لكن مامته مش مريحه، اخته مش مريحه، باباه متحكم فيه. فاوعي تفتكري انك بتتجوزي شخص، بتتجوزي عيله كلها، فلازم يبقى التوافق العائلي ساعات بيبقى اهم من الحاجات التانيه كلها. ولما بيكون في رفض من عيله من العيلتين بتلاقي عمرها ما هتكمل، مش هتكمل فعلا، وبيكون فيها وحتى لو الشخص اللي معاكي ده قال لك لا وانت عندي بالدنيا ودول فعلا كله بيبقى مؤقت وكل ده خلاص، هم بيرجعوا في الاخر صح فعلا بيسيطروا عليه، صح بيسيطروا على الراجل ويقدروا ان هم ياخدوه صفهم وهي بتبقى ضحيه والعكس. والجواز في بيت عيله ارجو بلاش بقى موضوع الجواز في بيت عيله، دي برده مشاكل خلينا سريعا نتطرق ليها كده بسرعه. الجواز في بيت العيله وان البنت تقبل انها تتجوز محماتها في قلب البيت او في الشقه اللي جنب حماتها او في العماره اللي فيها حماتها وسلفتها، دي كارثه صح؟ يعني عمري ما شفت حد مرتاح في الموضوع ده. الحقيقة انا نفسي الاقي جوازة في بيت عيلة كويسة، نفسي والله انا نفسي يعني انا اسفه مسكت المايك، لا فعلا نفسي يعني والله. بيقولوا لي برضو يا دكتور يعني خلينا نقول بيضحكوا عليك، في بيقولوا لي في الكنترول والله في كتير، وواحد بيقول لي انا اهو ممكن مخرج. ممكن ما هو ده راجل برضو اللي بيتكلم. ايوه ممكن صح، ده ينطبق في مثلا الارياف شويه اكتر الحاجات دي، انت منين يا هشام؟ لكن ممكن في مصر يعني في القاهره واسكندريه والمدن مش لازم القاهره واسكندريه، في المدن الحكايه مش سهله خالص بالذات لو الام او الاب ما عندهمش فكره العدل بتاع ربنا ده. يعني لو الست والراجل الاب والام اللي هي عايشه في بيتهم يعني او فوقيهم تحتيهم عندهم عدل حقيقي ممكن نكمل.
لكن يعني برضو على فكره مش بس يعني الامومه بقى، فانا ابني زعلان تبقى انت اللي مزعلاه، طب ده انت يومك هيبقى اسود بقى. لا يعني هي العدل، العدل في بيت العيله مش سهل على فكره، سواء بيت العيله ده بيت الام او بيت بيت الراجل او الست. عامة وجود بس بيبقى يعني الـ الـ النسبه الاكبر بيكون في بيت الراجل طبعا، عشان هو ده، عشان هو طبعا هو اللي جايب البيت. فيعني دي نفضل كده انه يعني بلاش دي، بلاش بيت العيله ده يعني يفضل. طب عايزه برضو اتطرق لموضوع، انا موضوعاتنا كتيره والمواضيع مش هتخلص كده بصراحه في فقره، يعني عاوزين حلقات عشان نتكلم فيها. نتطرق سريعا برضو للست المستقله ماديا ومش محتاجه ابدا لوجود الراجل في حياتها، ومع ذلك وهو ممكن يكون ولا بيحترمها ولا مخلص ليها ولا بيربي ولاده كويس ولا اي حاجه، ومع ذلك بتعيش معاه وتبقى عاوزاه وموجود وكل حاجه، وهي اللي بتصرف وهي اللي بتربي وهي اللي بتودي الولاد تمارين وهي اللي بتودي الولاد المدارس وهي اللي بتعمل كل حاجه، ومع ذلك برضه عايزه الراجل اللي هو اصلا عال عليها. يعني حضرتك شايفه الكيس دي ازاي؟ لا في اسباب يعني. اول سبب ومش ناس كتير بتتطرق له، انها بتحب الراجل ده. يعني مش عشان الولاد يعني، لا لا يعني فيه ما تقعدش، لا في من ضمن الاسباب عشان الولاد طبعا. لكن نمره واحد هي ممكن تكون بتحب الشخص ده وهو دي حبها له نقطه ضعف بالنسبه لها، فبتستحمل. الحاجه الثانيه الولاد متعلقين بباباهم، فهي صعبان عليها انها تحرمهم منه، ان هو اب كويس. يعني ممكن يكون زوج مش كويس لكن اب ممتاز، فبتستحمل. الحاجه الثالثه المجتمع. المجتمع يعني حتى هذه اللحظة للأسف، وفي المجتمعات حتى اللي هم المتعلمين وكل حاجة، مش بيسيبوا المطلقة في حالها. وكلمة مطلقة في مصر الحقيقة كانش تيمة يعني صبة يعني. لازم ده يتغير، لازم يعني. أنا بحارب في الفيديوهات بتاعتي وكل حاجة إنه ما ينفعش يا جماعة نتكلم كده أبدا عن الشخصية المطلقة. أنت ما عشتش حياتها وما تعرفش هي عدت في إيه بالظبط. فيعني مش بنقول لكم اعملوا لها دعم، سيبوها في حالها يعني. بس هي هتعرف تتصرف بقى وتلاقي كلمه في الرايحه وكلمه في الجايه، فده اللي بيعطلهم جامد جدا عن اتخاذ القرار الصح احيانا.